أشاد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب بعودة فريق باريس اف سي إلى صدارة دوري الدرجة الثانية الفرنسي، مشيدا سموه بانتصار الفريق على لوهافر بثلاثية نظيفة. وأوضح سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن الفريق عاد إلى وضعه الطبيعي بتواجده في قمة الترتيب وعودته إلى الانتصارات، ستكون بوابة مواصلة تحقيق النقاط نحو تحقيق الأهداف المرجوة بشعار فيكتوريوس البحرين. وأشاد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بحرص اللاعبين على تقديم المستويات المميزة والخروج بالنقاط الثلاث، مبينا سموه إلى أن فريق باريس اف سي أصبح محط أنظار الجميع، خصوصا أنه يحمل شعار فيكتوريوس البحرين على قميص الفريق، وهو ما يحقق لنا رؤية لتسليط الضوء على مملكتنا الغالية واستغلال الفعاليات العالمية بتواجد اسم مملكة البحرين، ويعتبر ترويجا مميزا للمملكة. وتمنى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة كل التوفيق والنجاح للفريق في مباراته القادمة أمام بو اف سي التي ستقام يوم السبت القادم، مبينا سموه إلى أن الفريق قادر على مواصلة التألق والبقاء في الصدارة. واستطاع فريق باريس اف سي من الفوز على فريق لوهافر بثلاثية نظيفة في الجولة السادسة، ورفع الفريق رصيده إلى 13 نقطة في صدارة الترتيب بفارق نقطة واحدة عن فريقي غرينوبل وسوشو.